السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد والمتجدد من شروحاتنا على قناتكم قناة تكنيك بوك أو تيتش أندرويد المتخصص في الأندرويد. نواصل في دروسنا. اليوم سوف نقوم بشرح كيف نقوم بإنشاء قاعدة بيانات داتاباز ونربطها بتطبيق. طيب، التطبيق لو نقوم باتباع ما يحتاج إلى PHP نسخة 5.4 أو 5.5 أو 5.6. للأسف أعتقد أن السيبانل الخاصة بنا أو PHP my admin أعتقد أنه 4.9.4. هوست جاتور يقترح عليك هوست جاتور ودومين اسيا وهاو كوست الذين يمتلكون هذه الاستضافة. طيب، نحن سوف نجرب أن نرفع على السي بانيل. نجرب أن نضع داتاباز، ننشئ أول داتاباز خاصة بنا. طيب، نواصل. ماذا نفعل؟ نأتي إلى السي بانيل. كنا اقترحنا كيف ندخل إلى السي بانيل من الاستضافة. نأتي إلى السي بانيل ثم ننزل إلى سكيلايت. لاحظ PHP my admin، ثم نجد سكيلايت داتاباز، سكيلايت داتاباز ويزارد وماي سكيلايت اف. نحن سوف نختار هذه اسكيماي اسكيلايت داتاباز ويزارد. كما يمكنكم اخذ هذه، في الحقيقه لا اعرف ما هو الاجود بينهما والفرق بينهما، لكن انا افضل هذه ماي سكيلايت داتاباز ويزارد. تضع اسم للداتاباز، تكتب مثلا ريسيب شيفت 8 او 8 ديركت مباشرة اب. هذا اسم داتاباز، تنقر على نيكست، تنقر على نيكست ستيب. كرييت داتاباز يوزر كما تشاهدون. نرجع كرييت ا داتاباز، ريسيب اب، تنقر نيكست. ستيب تو كرييت داتاباز يوزر، كرييت داتاباز يوزر هنا. نكتب ايضا ريسيب ثم هنا تكتب الباسورد، يمكنك ان تاخذه انت تكتبه كما تشاء، كما يمكنك ان تضعه وفقا لهذه الباسورد جنريت وتقوم باختيار واحد من هذه. نأخذ الباسورد ونضعه هنا في مكان الباس. هنا تضع الباسورد ثم تنقر على use password من جديد. يمكنك تغييره بسهولة من هنا، ثم تنقر على create user. طيب، تم إنشاء سكيلايت. ضروري جدا أن تنقر على all بريفيلاج، ضروري جدا. ثم ماذا تفعل؟ تأتي إلى سكسيفلي ماي سكيلايت نيمد. هذا اسم الداتاباز خاصة بنا، هذا هو الاسم خاصة بها، نضعه هنا.
ثم ماذا نضع؟ نأتي الاجر نيم، هذا هو الاجر نيم، هذا هو اسم الاجر نيم. نأتي إلى الاجر هنا مكان الروت، نضع الاجر نيم هنا، ثم نذهب إلى الداتاباز، هذا هو اسم الداتاباز كاملا كما تشاهدون هنا، اسم كامل للداتاباز، نضعه في مكان الداتاباز هنا. أخذنا كل شيء تقريبا، ثم نوقع next step. نوقع next step، هذا هو الأجر، لاحظوا هذا هو الأجر، هذا هو الأجر نايم. نعمل له كوبي كما سبق ونذكر ونضعه هنا، هو نفسه، هذا هو الأجر، نضعه هنا، ثم نرجع was added to database، هذا هو اسم database، أيضا نضع اسم database هنا مكان database، وهذا password الخاص ب database، هذا هو password الخاص ب database. طيب إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح كيف قمنا بعمل سكيلايت. أو نرجع للسي بانل، نرجع للسي بانل، نفس الشيء لو نختار ماي سكيلايت داتا باز من هنا، نفس الشيء يعني، لاحظوا تجد أن هنالك داتا باز دي أصلا التي قمنا إنشاؤها، هذه هي، لاحظوا هذه هي الداتا باز التي قمنا بإنشائها. نفس الشيء لو نذهب إلى داتا باز ويزارد MySQLite، نعود ندخل إلى MySQLite Database، نجد أن Database تلك Database هي نفسها هذه، يمكننا من هنا عمل Supreme Rename أو Delete Supreme للإسم أو Delete، هذه اسم Database، السايز الخاص بها هو 4 كيلو بايت، يمكننا تغيير أو إنشاء داتاباز أخرى وهكذا. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح، انتظرونا في الشرحات القادمة، لا تنسوا بالنقر سبسكرايب قناة، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.